ان شاء الله النهارده احنا موجودين في موقع عشان نعرف باذن الله المكونات بتاعه الموقع، تمام؟ نمشي عليهم واحده واحده كده، وبعد كده ان شاء الله يعني هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل شويه. فبدايه انا اول ما بدخل الموقع يعني في الغالب بلاقي الراك بتاع المايكرويف لينك بيبقى دايما موجود على اليمين، بس مش ستاندرد او مش شرط، تمام؟ زي ما احنا شايفين دي لينكة مايكرويف نوعها اريكسون كومباك نود، في اريكسون 2 بي وفي اريكسون 6 بي وفي اللي هي 20 بي الكبيرة. دي طفاية الحريق، لازم اي سايت يبقى فيه طفاية حريق موجودة فيه تحسبا ان يحصل فيه مشاكل او يحصل فيه حريق. بعد كده لو جينا بصينا كده فوق في الباسكت تري اللي هو بيتسيستم عليه الكابلات بتاعه المايكرويف لينك، بيبقى في ظهر الراك اللي هو اللي شايل المايكرويف لينك الاندوره بتاعتها. وبعد كده واحنا ماشيين دي البوكسات اللي فيها ال 3 جي دي دي اف وال 2 جي دي دي اف اللي بيبقى فيها الالارمز. يعني لو فتحنا كده تمام، ده اللي هو السنسور اسمه الهاي تمبريتشر، دي اللي بيحس ان درجة الحرارة بتاع السايت ابتدت تعلى. لو عليت فوق 40 درجة بيبدأ يدي الارم ان هو في الارم هاي تمب على السايت، عشان الناس تبدأ تيجي تشوف التكييفات لو فيها مشاكل او في حاجة. بعد كده واحنا مكملين ده بيبقى زي اللادر موجود في السايتات بحيث ان هو يستخدموه لو الصعود او حاجه. ودي البي تي اس بتاعتي، البي تي اس هنا في السايت اللي احنا فيه نوعها هواوي، تمام؟ زي ما احنا شايفين. وادي الجامبرز بتاعتها متسيستمة على باسكت تري، اوكي. بعد كده طلع على الفيدرز على التري اللي من فوق دوت، ده تري بيلف حوالين السايت ككل بحيث يستسلم عليه الكيبلز اللي جايه من الانتنه فوق، او اللي جايه من المايكرويف، او اللي جايه من ار ار يوز، اي حاجه موجوده على البرج، بحيث تدخل من حاجه اسمها الروك ستيك اللي هي الفتحات اللي موجوده في الشلتر، وبعد كده بتتوصل مع الجامبرز اللي بتتوصل بعد كده مع البي تي اس. طبعا في بي تي اس امتل، في بي تي اس نوكيا سيمنز، اي نوع بي تي اس. هنيجي نلاقي هنا غير البي تي اس دي انا عندي ار ار يوز موجوده في السايت، ممكن تكون شايله 3 جي، شايله 4 جي، او شايله اي حاجه تانية، تمام؟ زي ما احنا شايفين برضو ادي الكابلات الجامبرز بتاعتها ماشيه في داكت، الداكت اللي هو البلاستيك الابيض اللي تحتيه ده لحد ما بتطلع فوق، تمام؟ وبعد كده بتدخل في الروكس. اي سايت لو هو شلتر زي اللي احنا فيه بيبقى مكون، لازم يبقى فيه فنتيليشن عباره عن 2 تكييف، ده التكييف بيشتغل 4 ساعات ويفصل، وبعد كده التكييف التاني يشتغل 4 ساعات ويفصل. وفي أنظمة جديدة دلوقتي من الفنتيليشن ابتدت تضاف للسيطات، زي مثلا إن هو يضيف تكييف واحد مع تهوية اللي هي بتدخل الهواء الساقع بس من بره، ماشي، اللي هي اسمها دي سي فنتيليشن، أو بيوصل مروحة في حالة إن انقطع الكهرباء، المروحة دي تشتغل تهدي الحراره بتاعت الشلتر لحد ما الكهرباء دي ترجع. دي مديولز اسمها ام اتش اي مديولز، تمام؟ بيستخدموها في 3 جي وال 4 جي، تتوصل ما بين الانتنه وما بين الار ار يوز، زي ما احنا شايفين كابلات الداكت اهي تلاقيها ماشيه ما بين الار ار يوز، داخله بعد كده على المديولز دي، تمام؟ دي زي امبليفاير، وبعد كده بتطلع للانتنه.